الآن تم نصب مشنقة للفاسدين اللي نهبوا العراق، تم نصبها الآن في ساحة الحبوبي. هاي تكفيهم، شكو واحد فاسد وشكو واحد مجرم، شكو واحد قتل المتظاهرين، هاي المشنقة إليه هسه من ساحة الحبوبي. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية أحب أذكر السادة مشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد هو 10727 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6، وكل هذا على مدار القمر نايلسات. فنتمنى أنه تدخلون هاي الإعدادات الجديدة مثل ما راح تشوفوها هسه أمامكم، هذا التردد الجديد نتمنى تدخلون هاي الإعدادات بأجهزتكم الخاصة بكم بالبيوت حتى نظل مستمرين وياكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. أي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم يقدر يتصل على واحد من الأرقام التالية، عندكم ذني رقمين إلى الداخل العراقي تقدرون تتصلون على أي واحد منهن، إضافة إلى عندنا ثلاث أرقام ذني اللي تشوفوهن بالنسبة إلى الداخل أو الخارج يقدرون يتصلون علينا على أي رقم من هاي الأرقام، ورقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم بس للرسائل، عذرونا ما نقدر نستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب ولا مكالمة فيديو أو تسجيل صوتي، فأتمنى أن تكون رسائلكم مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البداية وهو نصب مشانق في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، هي مشانق رمزية تعبير عن إصرار المتظاهرين على تقديم الجناة بحق الشعب العراقي، على تقديم الفاسدين من سرق أموال الشعب العراقي، تقديم الناس اللي باقت هذا البلد، اللي دمرت هذا البلد إلى المحاكم وإلى المشانق، لأنه حسب ما سمعته يقول هذا مكانه. إصرار الناس، المشكلة أنه يجابه بإصرار آخر من الحكومة والميليشيات والأحزاب، إصرار بإمعان هذه الجهات في قتل الناس، في ترويع الناس، في تخويف الناس، في التجاهل عن مطالب الناس. هذا الإصرار يعني قوتين بالبلد، القوة العظمى هي الشعب لكن مغلوب عن أمرها، نتيجة أنه القوة الثانية هي مو قوة عظمى، هي فئة ضالة بهذا البلد بس يملكون سلاح، فهذا يملك سلاح وهذا أعزل، فالواحد من هذولا يقتل 10 من هذولا، فهي هاي الإشكالية اللي تصير بالعراق. بالمقابل العراق من سيء إلى أسوأ، ما شاء الله المنافذ الحدودية تهريب سرقات، وأكو منافذ ما مسيطرة عليها الدولة، وأكو جهات ما تعرف بها الدولة أصلاً، وأكو منافذ تقول الدولة أنه هي تحت سيطرتها بس هي بيد الميليشيات. بالمقابل أي واحد يحكي يقول لك هذا خرق للسيادة العراقية، هو أنت حدودك ما لازمها، أنت المنافذ اللي تعبر لك أو تعبر لك الناس والبضائع ما لازمها، أنت هاي المنافذ والنقاط اللي انبنت لأجل أنه تشتغل تعرف منه الداخل للبلد حتى تسيطر على المشاكل، وتعرف البضائع اللي دخلت للبلد وتفحصها وتقمرقها وتدخل عملة إلى ميزانية الدولة، هاي المنافذ مو بيد الدولة، وتجي تقول لك السيادة. عوف المنافذ. المشكلة العراقية الكبرى اليوم الكهرباء. وزارة الكهرباء العراقية من 2003 لليوم صرفت مليارات الدولارات على قطاع من المفترض انه اذا انصرفت عليه هاي المليارات من 2003 الى اليوم بشكل صحيح انه العراق يصدر كهرباء الى دول الجوار. بس اللي دا يصير انه العراق دا يصرف مليارات بس ما عنده كهرباء. ابو زكريا من كركوك حياك الله. ابو زكريا الله يحفظك.
حياك الله عمي. تفضل عمي. ابو زكريا تسمعني؟ يبدو انه الاتصال ويا العم ابو زكريا من محافظه التاميم عفوا انقطع. نتمنى انه يرجع لنا العم ابو زكريا ونسمع رايه. اليوم متظاهرين بالبصره نددوا بوقفه احتجاجيه سووها بمحافظه البصره، نددوا ب يعني الصمت الحكومي على الاغتيالات اللي لا تمارس بحق الناشطين وبحق المثقفين في محافظة البصرة وبقية محافظات العراقية، آخرها اغتيال الناشط تحسين الخفاجي على يد عناصر الميليشيات بمنطقة لجنينة وسط البصرة. المشكلة اليوم أكو كثير من المراكز قاعدة تحذر من هاي القضية، مثل مفوضية حقوق الإنسان حذرت من عودة قضية أو ظاهرة اغتيال الناشطين بعد تسجيل اغتيال الناشط تحسين الخفاجي بالبصرة، وشددت على أنه عدم الكشف عن الاغتيالات السابقة راح يشجع العصابات اللي هي تمارس تكميم الأفواه على استئناف جرائمهم. أحمد من صلاح الدين حياك الله. عليكم. تفضل أخوي. عين احنا من ناحيه يثرب. نعم. في وعمي من 2017. نعم. 15-1. نعم. وما نعرف مصيرهم انت وين ما وين. نعم. اي وبس يعني اوجه رساله يعني اشوف من خاطفهم وين. نعم. اي والله. نعم وصلت اخ احمد. لا عايشين ميتين ما اعرف بس يجون السريه مال الحشد الشعبي. نعم. اي والله. زين من سالتوا عليهم شو يقولوا لكم؟ والله احنا رحنا يعني ما خلينا يقولون يعني ماكو ما يعطون مجده. دقينا حاسبه ماكو. نعم. اي والله عين استاذ. حبيب قلبي. حبيبي مشكور لك اخ احمد من عاصمه الرشيد بغداد شاكر حياك الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخ خافل؟ نحمد الله على كل شيء. الحمد لله على كل حال ونسال الله عز وجل ان يجعل هاي القناه قناه حره وقناه الفقير والمظلوم. نعم. والله يا اخي محمد عفوا الاخ اثل احنا اذا نريد نحكي ونتكلم ونقول ونحكي عن المظلوميه احنا هاي الحكومه ما لنا دخل فيها لان هاي حكومه تعبانه اخ اثل. نعم. لان لا عندهم رحمه لا عندهم يعني غيره على شعبهم وعلى وطنهم وعلى بلدهم ولا على سياسه يعني بالله عليك امك تقول لك على اغتيال نسال الله عز وجل ان يرحم الاخ اللي اقتالوه بمحافظة البصرة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان. نعم. يا أخي أفل، أنا قبل ثاني يوم العيد، هذا العيد عيد الأضحى المبارك، ثاني يوم العيد ابن خالي أنا وياه تقدينا سوية. نعم. أبو قضاء أبو غريب منطقة الزيدان. نعم. طلع الرجل من تغدينا وطلع هو مشى لاهله يطلع لاهله لحقته سياره سوداء مظلله من دون ارقام. نعم. خطفوه ولحد الان ما حد يعرفه وجدام السيطره يعني ماكو بعد اقول لك تقريبا 25 متر عن مكان عن السيطره 25 متر. يا سيطره. والسيطره يا سيطره. يا سيطرة سيطرة بالزيدان. نعم. لواء 55 فرقة 17 سيطرة جميل. لا غاد عنها اكو سيطرة ثانية يسمونها سيطرة الكراكزة. سيطرة شنو؟ سيطرة مال الكراكزة. الكراكزة نعم. ايه اللي غاد عندنا البنزين خانه مال الزيدان. نعم.
فخطفوه وجدام جدام يعني انظار السيطره. نعم. وما حد حكى ولا حد قال ولا حد تكلم ولا حد، ولحد الان ما حد يندله وين ما وين، وهو رجل يعني برقبته 12 نفر 12 نفر زين يا اخ افل من يعيشهم دولة؟ من يعيشهم؟ زين اخوي العزيز اخ شاكر، يعني سالته عنهم او سالته عن ابن عمك مثلا الشرطه الاتحاديه الجيش وزاره الداخليه؟ اخ افل ما خلينا رحنا بنفس اليوم ولحد هذا اليوم، لحد هذا اليوم رحنا الشرطه الاتحاديه الشرطه المحليه الامن الوطني الجيش استخبارات. شو يقولوا لك؟ مطار بغداد جوي. هل تقول لك ما عندي ماكو ما ماكو انا عندي ايش معتقد ولا احنا طبينا ولا اعتقدنا بايش مكانات. زين من الجهه اللي لازمه منطقه الزيدان؟ لواء 55 فرقه 17 واكو شرطه اتحاديه. والجهتين تقول لك مو يمنا. وهذا نسال اللي مو عندنا ولا يقول لي لو عندنا مقابلات. نعم. زين يعني شو ترى من هيك حكومه يا اخ اسد؟ شو ترى من هيك حكومه؟ المفروض احنا هسه ما نطالب، ما نطالب لا بكهرباء ولا نطالب بمي ولا نطالب بمظلوميه، لان ما حد يلبي اخ محمد عفوا. نعم. ما حد يلبينا، لان هذول هم هذول ما كل شعب مفكرين يسرقون، مفكرين يبوقون، مفكرين يقتلون، مفكرين يقتلون ويطعنون ويذبحون بالناس ويجلدون المعتقلين. بعد بالله عليك انا اخوتي يا عفوا ومحكومين بالاعدام وفوق الحكم. يعني اكو جماعه اتصلوا على الصليب الاحمر على جيراننا وسالناه وسالينهم قال لهم فلان وفلان اخوت شاكر قال لي مي والله البارحه نعم بطانيات ومبلقين بطانيات ومدمايين من التعذيب. ليش يا ليش؟ مو انت محصور معتقل عنده محاكمة إعدام بعد التعديل شنو بعد التعديل شنو؟ نعم. أفل أنا إذا وصل عبر قناتكم هاي الفضائية الحرة اللي 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 تحكي بصوت المظلوم بصوت البريء بصوت اللي الفقير، أنا إذا وصل رسالتي رسالة لكل شعوب العرب وكل حكام العرب وكل العالم، اقول لهم مثل ما تركضون لليمن وتركضون لليبيا انقذوا العراق، انقذوا الشعب العراقي من دور العصابات من دور المجرمين من دور الظلمه. نعم. وانا اشكرك كثير. شكرا. شكرا شكرا جزيلا لك اخ شاكر. ابو زكريا من كركوك رجع لنا، حياك الله عمي. ابو زكريا يبدو أنه مشكلة في الاتصالات في محافظة التأميم. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك أحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. حياك الله. بالنسبة للفوضى الموجودة في بغداد وفي العراق كله. نعم. يعني لا من شماله إلى جنوبه فوضى لا يوجد بها لا حاكم ولا حكيم. أنا أقول وين القضاة؟ وين الحكام؟ وين هذول اللي قاعدين على الكراسي ويقولون إحنا حكومة وإحنا زمهكم؟ وين هم الأحزاب اللي دا يشتغلون يقتلون الشباب الحلوة؟ ليش؟ ليش؟ يو أكو حاكم عادل، يو أكو حاكم يحب بلده، يو أكو حاكم يحب هذا البلد ويحب شعبه، ما كان سوى هالشكل. لكن احنا هذا البلد صار بيد ايران. يعني ايش نتامل من ايران اللي هي هسه لازمه هذا البلد وكل امرنا بيديها صار؟ يعني حكام هذول الحكام قاعدين على الكراسي اللي يقولون احنا واحنا واحنا كل شيء ماكو، هم ولايتهم ايران وما يحكي خامنئي هم ينفذون وكل شيء بيد ايران وامريكا واسرائيل. هي هاي
خطة مدروسة للعراق حتى يخلوه ضعيف ضعيف إلى مدى ما هو مكان قوي يبدون يضعفونه حتى يصير ممر لهم لإيران وأمريكا، لإيران والبلدان الأخرى. وهنا بالنسبة للأخي نادي للشعوب العربية، أي شعوب هذه؟ أي بلدان عربية؟ بلدان العربية صارنا 17 سنة يشوفون دي يشوفون الشباب اللي دا تموت بالعراق، دا يشوفون الأطفال اللي دا يموتون، دا يشوفون الناس المهجرة، دا يشوفون الظلم الموجود في العراق. ها اشو ما حد فكر عن لا 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 الجامعة العربية ولا الأمم المتحدة ولا أي واحد منهم شريف، ماكو شرفاء هنا بهالبلد، ما حد يدور العراق. العراق ما حد ينقذه إلا شبابه، إلا شباب هذول اللي منتفضين هم ينقذون هذا البلد، إلا غير هذول البقية ما حد، كلهم مؤامرة، كلهم كل البلدان بها مؤامرات، نعم. بها تابع لأمريكا وإسرائيل. وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزهار. أحمد من ميسان، حياك الله. السلام عليكم، حياك الله أخوي، شلونك؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام، نحمد الله على كل شيء. شو أخبارك؟ أشكركم أنا وأشكر هاي القناة اللي تدافع عن المظلوم. لا شكر على واجب أخوي العزيز. والله العظيم تدافع عن المظلوم هاي القناة أخوي، الله يساعدك. أنا هاي أمي راح تموت. بسم الله. والله العظيم راح تموت هاي على ابنها مظلوم. أخذوه ذبوه بالسجن كفيلة العباس، واحد احترف عليه وذبوه بالسجن. نعم. يعني احنا شو نسوي بعد؟ وين موجود أخوك؟ أخوي هنا احنا بميسان، محافظة ميسان. انذب مجرد واحد لزموه كتلوه تعذبوه ذب بنه، وهسه انحكم سنة ونص هيك لا على البال ولا على الخاطر، وهو صغيرون والله. وهاي ما تريد تحكي وياه. ايش قد عمره؟ نعم جيب. الو. هلا بيك يمه. مساء الخير يمه. مساء الانوار. شلون عافيتك؟ سلمك يومي، سلمك، تفضل يمه. يمه يا بعد قلبي وبعد روحي. سلمني روحك. يمه انا وليدي صغير. احنا محافظة ميسان بالمجر. نعم. يمه وواحد كذا واحترف على وليدي لا له بيها لا له عليها. ايش قد عمره ابنك؟ يا بعد قلبي يا يمه والحكومه ما رحمته، طاعوا بيع اللي قوت اللي وموتوه نهوه وكتلوه يمه. يما وهسه وليدي سنة ونص يا بعد روحي، وانا لا عد يردون فلوس مني، انا لا عد فلوس. نعم. الحكومة تريد فلوس وانا كل شيء ما عدي، لا عد فلوس احط له محامي. وانا قاعدة مرة بحواسم وبالضيم حالي. نعم. شفي لك علي. ليل ونهار انا بالشارع. ما فارج ابني وابن مريض، وتخيل الله الحكومة ما بها رحمة يمه. نعم. يمه طالبنا بالعفو وبالمساعدة يا بعد قلبي، هو بالمخدرات بالضيم حالة. بالمخدرات مالت العمارة، لا مواجهة لا أكل يطب لهم، وصار لي 6 أشهر ما شايفة ابني. يمه شنو ذنبي يا بعد روحي؟ فدوا روح الله يا يمه. ماشي يمه. بالعباس اخو زينب ابني ما عنده ذنب من الدقاق من التعذيب يومين يدفون عليه، هو صغير وحكمه سنة ونص. ها يمه. ماشي من فدوا شواربك انا يا يمه. الحكومة ما بها محمة، تريد فلوس يمه. ماشي ما أنا كل شيء ما عدي، قاعدة بالله حواسم، لا شادود لا راتب لا شيء، كل شيء ماكو يمه. نعم ماشي. يا بعد روح يا يمه، وليت من الله ومنك يمه. يا هلا بيك. أنا أبوي هذا ولا شيء ندنفهم برا تقل.
شكرا شكرا لك ام احمد. قضيه ام احمد هي جزء من 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 قضيه رئيسيه تصير في قضيه المعتقلين العراقيين، واحنا نعرف انه هاي القضيه المعتقلين بها هم جرح نازف الى هذا البلد، والشعب العراقي ده يعاني اكبر معاناه نتيجه هاي القضيه، مو بس المعتقلين النازحين ايضا. يعني اكو خبر جوا ايدي، وكيل وزاره الهجره والمهجرين جاسم عطيه يقول رجعنا 450 الف اسره من 539 والباقي 59 الف اسره. يعني 450 الف اسره، اذا اربع نفرات هذول مليونين وشويه، ما اعرف يعني، او مليون وشويه العفو، مليونين الا، ما اعرف الاخ انه منين جاب هذا الرقم، شو جرف الصخر بعدها ما بها احد رجع منها. نازحي صلاح الدين بالمخيمات ما رجعوا، نازحي كربلاء ما رجعوا، نازحي الانبار ما رجعوا، نازحي الموصل ما رجعوا، نازحي ديالى ما رجعوا. زين ذول 450 الف عائله و 450 الف اسره، من وين جبتوهم؟ من خارج العراق؟ عراقيين مخفيين ما نعرفهم؟ زين انت تقول اكو 59 الف اسره، يعني 59 الف اسره يعني 227 الف واحد بس بالمخيمات. لعد هاي المخيمات اللي مفتوحه بالعراق بها فارغه، مو العالم بده يشوف العالم اللي بيها. زين هاي الارقام من وين بده يجيبوها وزاره الهجره والمهجرين؟ ام رزان من بغداد حياك الله، من الموصل عفوا، من الموصل. اي احسن انتهينا. هلا بيك يما. يلا من 2017 وما عندهم كل شيء، ابرياء عندهم جهال وعندهم نسوان. الحق ماكو بعد اشوفه من البكاء وحالتنا سيئه والعالم تحسن علينا. حق رب العالمين تعطيني ومفقودين اليوم، ما اخذنا خبر عنهم، ما نعرف محكومين ميتين طيبين، ما عرفنا اي خبر ما اخذنا عنهم. والله ابرياء، والله ما عندهم كل شيء، واشتكت عليهم ما يخافون من الله. يعاني ونسوانهم داشرة وجهال وما لي حرمة عمية. واحد ما كبير مواليد 87 و87 نعم. أصغر واحد على مدرسة الثالث متوسط 67 ولم يوم ما خلص خبر عنهم. داشرين بالشوارع والله دايحين والعالم تحسن علينا. وتريد ناخذ خبر عنهم ميتين طيبين، خذوا سياراتنا وديحونا وما ضل علينا حال. نعم. اي. نعم نعم. يعني هم طيبين ولا ميتين؟ نعم نعم. اي والله يا عيني بعد عيوني. نعم. شكرا شكرا لك. وصلنا لليوم لليوم. وصل ان شاء الله صوتك ان شاء الله، شكرا جزيلا لك ام رزان. يعني مثل ما تسمعون ام رزان واحمد وام احمد وشاكر، يعني شاكر يعني يقول مواطن ينخطف من امام سيطره القزازه يم سيطره الجميل بالزيدان، يعني سيطره شنو دورها العاد؟ وعنده 12 نفر، واحد يقول اخويا محكوم سنه ونص وهو بريء، وام رزان تقول اني عندي ناس من 2017 واتمنى اعرف يعني حالهم وين؟ نريد نعرف حيين لو ميتين، يعني هي هاي المشكلة اللي دا يوقع بها العراق. أبو كريم من الفلوجة حياك الله. وعليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طال أزل. نعم. أنت تعرف هاي الحكومة إيرانية من الداخل للنهاية. نعم. لا الكاظمي ولا المالكي ولا ذاك. نعم. يعني هاي صارت سابق قديمة يعني. قصمت علينا. صارت قديمة علينا الصالح. يعني هسه احنا بيننا وبينكم تقريبا 10 احنا داخل العراق الضيم علينا، الضيم علينا دولة ناس يعني خارج القانون، ما رحمة ولا شفقة، جابتهم امريكا حفالات المجتمع. نعم. يعني انا اعرفها احنا وتعرفوها انتم، احنا نريد نتفق، احنا انتوا جماعتنا اللي هناك، احنا وانتوا، احنا نريد نسوي حال، يعني صوره حال احنا الناس الكباريه اللي هناك اللي خارج الدول، اللي صحفيين اللي الناس تعرف، العسكر هناك القمامه مالتنا، نريدهم هذول يطلعون في سوريا وبليبيا وباليمن، دا يطلعون
احنا نريد نشاركها من الخارج، ما تخلونها ارجاع علينا هنا. أنا. وانا اشكر استاذ الزر. شكرا شكرا لك ابو كريم. ابو عبد الله من القرمه حياك الله. ابو عبد الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. خوي بس يعني هي صوتك يعني هي مشكله شيء في السالفه يعني على البرنامج عادي. مشكله تخص شنو يعني؟ يعني تخص ال بدي اشتكي لك والله من الدكتورات يعني هيش بالمات حبيب. تفضل. الدكتورات اللي بالفلوس يعني ما عاد الرحمه بقلوبهم خلاص. يعني تقصد يعني تقصد اطباء والدكاتره يعني؟ اي اي والله نعم. يعني ما عاد مرحمه بقلوبهم على المواطن اللي هسه تدري بالاوضاع هاي يعني قاعد لا شغل ولا عمل، تروح عليها 25 بس هو نار يعني. نعم. ايه اولهن عمل الحمداني هاي مشهوره بالفلوجه. نعم. مشهوره حيل يعني سواه ظالمات بشكل والله ينتقم منه ان شاء الله. نعم. ايه فهذا انا اشتكي لك، تقول له ما عندي لا راتب ولا عمل يصعد ولا ينزل، تقول له ما عندك فلوس لا تجي على الدكتورات. فهذا هو هذا سؤالي، يعني اريدك توجهه للدكتورات خلي يخلي المقلوب الرحمه على المواطن اللي ما عنده شويه يراعن ظروفه. نعم. اي والله واجيك بالخير ورحم الله والديك. يا هلا يا هلا بك ابو كريم. عفوا ابو عبد الله. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم وبرا ما نرجع لكم ان شاء الله من هذا الفاصل نحكي عن القضيه اللي قالها ابو عبد الله. فاصل قصير وراجع لكم. احترقت المخازن، هذه محافظة الدقاق سببها فستان بصفحة احترق عبرة النار عليها. اسمع شيل ونظف لك شي طفون بابا شي طفون. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. ابو عبد الله من القرمه حكينا قضيه انه اطباء والدكاتره اللي موجودين عندهم بالمحافظه مدى يرحمون المواطن نتيجه سوء الاداره، نتيجه عدم متابعه وزاره الصحه، نتيجه عدم وجود يعني اليه او قضيه انه واحد يتابع هذا الشيء. انه اليوم الدكاتره فعلا بالعراق كل دكتور يشتغل من راسه، فتلقي دكتور كشفيته 1000 وتلقي دكتور كشفيته 2000 والاخ تلقيه كشفيته 3000 والاخ 25 والاخ 50 وتوصل الى مبالغ خياليه. اضافه الى الصيدليات انه نتيجه انه ماكو وزاره تتابعهم وتشوف اسعار الادويه شلون تنباع وانه اكو ضوابط ولوائح بالاسعار، فتلقي صيدليه يختلف سعرها عن الصيدليه الثانيه، فالمواطن يتعب لانه حتى يلقي الرخيصه بيناتهم علما انه هي كلها غاليه، لانه اصبحت اليوم الطب واصبحت الادويه هي تجاره للمنفعه وليست رساله للناس او لعلاج الناس. يعني يجب على الدكتور ويجب على الطبيب ويجب على الصيدلاني انه يراعي لمن هو تخرج ادى قسم وانه قسم امام الله انه يؤدي رسالته بشكل صحيح، ما يستخدم هذا الجانب للتجارة والاتجار بالناس، لأنه الفقر مو عيب
واليوم الفقر بالعراق مو نتيجة الناس، نتيجة أنه أكو حكومة لا تعطي رواتب ولا تعطي وظائف ولا أكو شيء بالعراق اليوم. اليوم الكاسب متأذي والموظف متأذي والبلد متأذي والمرتاح هو ابن المسؤول والمسؤول بس. فيجب على الدكاترة أنه يستمعوا إلى رسالة أبو عبد الله. أما الآن من الموصل أم فراس، حياك الله يا أم فراس. أم فراس، أم فراس وياي لو انقطع الاتصال؟ يبدو أنه انقطع الاتصال ويا أم فراس. أم عبد الله من الفلوجة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أشكر قناة الرافدين على هذا البرنامج ليوصل الصوت للصوت المظلوم. لا شكر على واجب أمي. أستاذ، إحنا يعني على مود السجنة. نعم. السجنة يعني أمراض كورونا يعني ممكن الرصاصة والمطار يعني هسه أريد نواجههم، هاي صار راح منتشر إحنا ما شايفينهم. نعم. حيين ميتين ما ندري يعني، لا مدينهم علاج، لا يعني ما ندري بينهم يعني كيف راح يعينهم ولا ما في. نعم. فاحنا نطلب من القيادات انه يعني تسوي لنا حل لهالسجناء هذول، يعني تبي لا تنفعوا يعني هسه احنا هنا علاجات والناس موت، يعني ما عندنا لا علاج ولا مسحات تصب لهم ولا اي شيء يصب لهم. اي علاج ما يصب. فاحنا نطلب من الكاظمي، نطلب العفو العام، نطلب العفو العام من الكاظمي وش اسمه الناس يشوفون الفرص حاليا يخلونا نواجه. شكرا جزيلا لك ام عبد الله. يعني ام عبد الله من الفلوجه تقول احنا كل شيء ما نريد من احد. هي طلبت اولا حل من قناه الرافدين. ام عبد الله، اولا قناه الرافدين ما بيديها شيء غير انه توصل صوتكم وترفع قضاياكم الى الراي العام، عسى ولعل انه واحد يسمع وينجد الناس اللي موجودين داخل المعتقلات العراقيه. وطلب ام عبد الله تقول انه على الاقل خلونا نواجه ولدنا، خلونا نشوفهم، خلونا نطمن عليهم. يعني رغم المرض ورغم جائحة كورونا اللي العالم كلها تعرف ايش تسوي بالناس، تقول انا قابلة بس خلي اشوف ابني. وهذا حق من حقوق العوائل العراقية على الحكومة، من المفترض انه هي توفر لهم هذا الشيء، اضافة الى توفر لهم حياة كريمة، توفر لهم راتب ووظيفة وصحة وعلاج وزراعة واكل وشرب وكهرباء ومي وأمان وشوارع نظيفة ومجاري ما تفيض من تمطر الدنيا وبيوت آمنة وماكو سلاح مفلت، توفر لهم كل شيء. هاي الحياة الكريمة، الدولة مساءلة أمام الله وأمام الناس على هذا الشيء. بس إن شاء الله يسمعوك أم عبد الله. أبو ملاك من صلاح الدين، حياك الله. أحب أشارك القناة الرافدين. حياك الله أبو ملاك، عليكم السلام. اتصل بي مقدم برنامج واتصل بيك استاذ الخلاق. حياك الله اخوي العزيز. هاي وديهم. تفضل اخوي. يعني نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي، تعال الهواء. على الهواء من الهواء. نعم. إذا أمكن أبو ملاك تنصي لي التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى تكون المكالمة أوضح. أبو ملاك، أنا مو أبو ملاك، أبو خطاب. عفوا والله الصوت ناصي، إذا أمكن. أنا أبو خطاب وياك من الفلوجة. أبو خطاب من الفلوجة، تفضل أخوي العزيز. تفضل ابو خطاب. يعني حتى الشعارات
يعني بالنسبة لنا احنا بفلوجة بكل المحافظات حتى القرارة صارت تجارة، يعني ابو المحل يقولوا العالم راح نفتر ونرجع لا يقولون فتر بما هو عنده ابو علي وسام. منو ابو ملاك؟ نعم اخوي العزيز تفضل. ابو خطاب بعدك وياي؟ انقطع الاتصال ويا ابو خطاب، يبدو شوي انه كان الصوت ناقص يعني فما فهمت 100% انه اللي يريده. ابو ملاك من صلاح الدين تفضل اخوي. معي صالح. ابو ملاك انقطع الاتصال ويا ام فراس من الموصل. حياك الله ام فراس. فراس من الموصل. حياك الله ام فراس. الله يحفظك. ايه عندي محكوم بالناصريه. نعم. محكوم بالاعدام. نعم. ضياء الدين رياض ابراهيم عبد الفتاح. نعم. ايه عاد تسمعني؟ وياك وياك امي وياك. الو. وياك يوم. ايه ضياء الدين ضياء الدين رياض نعم. ابراهيم عبد الفتاح. ايه اخذوا له من الجنسيه ما عنده شيخ. اخذونه من دائره الجنسيه؟ ما عنده كل شيء خطير. من الجنسيه راح يعمل الهويات. ايه. واخذونه. صار له سنتين يعني من انسجنونه. زين ام فراس انت قلت لي محكوم بالاعدام، انحكم على اي قضيه؟ هو من التعذيب كان اعترف على نفسه، يعني كان هددونه بنسوان بيته. اها. يعني كان عذبونه كثير قام اعترف على نفسه وبصمونه على الورقة. اعترف انه هو يعني مثلا يعني شو مسوي؟ انا اريد افتهم حكمه اعدام على اي قضية؟ يعني مبايع اعترفوا يعني مبايع وش اسمه هذه الشغلات يمكن بصمونه عليها. هو ما عنده كل شيء خطير. يعني حكم اعدام اربع ارهاب افتهم؟ اي والله. والله ما اعرف ايش كنت كتبوا علينا وهو كل شيء ما عنده. اخذوا له قالوا له بده استفسار وما رجعونه. هاي صار له سنتين. مواليد 91. نعم. عتسمعني؟ وياك يوم وياك. ايه الله يحفظك. اش اش يعني؟ اش نعمل بهاي الحاله؟ نعم نعم. وصلت 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 ام فراس. يعني ام فراس تقول انا ابني راح الى نطت اسمها هي راح الى دائره الجنسيه حتى يسوي الهويات واخذوه من دائره الجنسيه وتحت التعذيب والتهديد في نساء عائلته وقع على اوراق تقول لليوم ما اعرف على شنو وقع وليش اتهموه وشنو القضيه اللي انحكم بها وانحكم اعدام. يعني شخص لو عنده مشكله يروح الى دائره الجنسيه حتى يجدد هوياته؟ عفوا شخص لو عنده مصيبه خلينا نقول ما يتجبجب ويكون خايف ويتخطى اليمنى ويسرى لو يروح برجله يسلم نفسه. فأنت الإشكال هنا أنه هي تقول أنا ما أعرف ليش الحكم. يعني هاي طامة كبرى بالموضوع كله أصلا أنه مواطن ينحكم وأهله ما يعرفون ليش الحكم شنو مسوي ابنهم ما يعرفون. أبو مصطفى من الموصل حياك الله. حيا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام أفايل السلام عزيز. هذا الكلام بالنسبه للعراقيين كلهم شكونوا لكم انتم كاذاعه شريفه نزيهه من بدايه حره تدعي بتحرير الوطن والامه لكن ما اكو جدوى بهذا الكلام ابد. نعم. احنا الشرفاء نقول الشرفاء اين الشرفاء النايمين؟ بالجنوب اللي يتقاتلون فيما بينهم اهل العشائر والله العظيم هم احتلونا بالقوه اذا ما بالقوه ما يمشون. هذول كلهم اذيان مصطفى الكاظمي المأسي الحلبوسي ذولا كلهم عبيد للاستعمار. احنا اذا ما بقوه السلاح مستحيل يتحرر البلد. هذا بالنسبه للمواطنين ما يفيدنا يا اخوان. علينا بثوره من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال والا يبقى بلدنا جريح. احنا ذاك اليوم ولا الشبكي شريف يقول 430 الشبكه هذا القدر طيب هذا يفعلون به ما يشاء
هذول السفلة التابعين لإيران، يعني يصبر عندك عرض لا عرض، ليش احنا بس ساكتين؟ لأن ننزف دماء وعرض وناموس ما بعدنا قيمة، ما بعدنا قيمة أبدا. نعم. احنا إلى مثل ظل التشكوى، التشكوى ما يفيد، يعني هذول الأماء مو مال واحد زين، هو من يجي حاط لي قوات أمنية وشرطة ليش غير يتحك بيت الدلال؟ لأنهم ايش يسوون؟ قدام من خطف الشخص وما يسوون؟ اكو نسبة قليلة جدا ضباط الشرطة والشرفاء ما يقدرون، ما عندهم أي صلاحية، فهذول بشب عن يحشوننا يقولون احنا يجي مخبر السري يخبر على فلان هو بريء عارف، يقول ما بدنا مجال، يقول ما بدنا أي سلطة، يقول هذا نقول تشرب راح يخبر على السلطات الأعلى وانت أذى احنا، شوف شوف لو وصلت بين الحالة، يعني احنا للأسف الشديد الظن نايمين والله ما يصير لنا شيء، الظن الإذاعات ما يصير، نعم يصير حل، نعم علينا بثورة كليتنا، احنا جنوب بلاتهم اخوانهم قوموه اكتشحوا الأخضر واليابس والصهيوني والأمريكي، خلنا نقوم احنا منتهين إلى متى ظل نزف دماء، يعني خلنا نكون يعني منطق العقل، إذا نجي منطق العقل احنا كليتنا جامدين وجاهدين، والله شنو ننتظر تفرج الفرض، الله ما يفرج، الله جاهد جاهد في سبيل الله، بلدك محتل أين الجهاد؟ والله منتظرين السستان إذا انطفتوا ومنطي محتضرين أبداع دواعش الطول، هذول كلهم هم أخوانا، هم اللي دمروا البلد، انتجي حقيقة بسنتهم وشيعتهم ذول أخوانا هم اللي دنسوا البلد، والله الحق بالسيف والعاجل يريد الشهود، العرب ما خلص ما قالك، فإحنا علينا أن نقوم كل التبثورة في سبيل نخلص الفلسة من هذا يعني 17 سنة إلى متى. انتظرنا سفير وطال صبرنا والله ما ضل بيتفهم، لكن مفوضي أمر لله، الله سبحانه وتعالى ما يحل إذا ما حل، إذا نتقي يعني الله قال لنا ننترض عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، يعني إحنا لازم نتبع ملتهم، تتابعين ملتهم الحكومة مو الحكومة هذه، فأشلها هذه كلها حرامية يلحقون علينا، عيب علينا إن إذا نصير مضاح 60,000 مرة قالوا مو مرة ومرتين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جهر مرتان، إحنا مو مرة ومرتين 1000 مرة اللي دغنا. نعم. إيه وين أساس هيك هذه؟ هذه إخوان كابين هاد سكونون الحل 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 بالشيف الجنوب أنتوا بدل ما موجود بناتكم على بعضكم تسوون أنتم عمر العراق هو كيفه؟ يعني أنا ما ندع عمر بيت الصغير، عمر العراق هو من كيف بيت يعمر من كيف أطفالي يعيشون وبلدي يتأمن وسبلي وحاسي. نعم. لا ما تعلم نبقى ساكتين يا حافي على الابطال وانا نايم الاخ وجدنا اللي بيهم خير. طيب انا اعتذر منك. عليكم السلام وشكرا جزيلا لك ابو مصطفى. ابو شاكر من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اقول لك اخويا عندي اخويا مسجون بالفيصلية. نعم. صار سنه وشهر. عفوا انا بدايه منو جايه؟ أبو شاكر من الموصل. هلا بيك أبو شاكر تفضل أخوي. عليكم السلام. أبو شاكر من الموصل أخوي. هلا بيك أخوي. أخوي هذا ابني أخذوه مخبر سري. نعم. مخبر سري أخذوه هذا صار سنة وشهر. نعم. ما نعرف عنه كل شيء. نعم نعم نعم. أي والله. نعم. محمود علمو وصلت وصلت رسالتك ان شاء الله ابو شاكر، ان شاء الله يسمعوها من عندك وشكرا جزيلا لك. وقبل ما نختم البرنامج اتحول للواتساب. السلام عليكم اخوي افل ماكو عفو عن المساجين والله ملينا، اخوتكم من اربيل. تحياتي لك اخي افل والقائمين على هذا البرنامج الرائع الذي ينقل من خلاله معاناة الشعب العراقي ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والإسلامي والدولي. عدم استقرار العراق وقلق لكل عربي مسلم في العالم. كما أحيي السيد رئيس الوزراء مصطفى كاظمي على جهوده الجبارة على الأرض في امتصاص غضب الشارع العراقي، وهذه أمانة أن أتابع سير عمل رئيس الوزراء منذ تولي السلطة، وإن كان بشكل غير مباشر هناك أداء عمل في داخل الرجل من خلال محاولته تضميد شيء من معاناة الشعب العراقي في كثير من المناسبات. أخوكم يوسف بركة من فلسطين.
السلام عليكم استاذ، وياك ابو محمود من الرمادي. احنا اهالي معتقلين الرزازه نطالب من حضراتكم ايصال صوتنا الى رئيس الوزراء بمعرفه مصير ابنائنا المغيبين. سمعنا خبر انهم موجودين بمطار شو كل دول اطم عفو عام ونفذوا، بس العراق يعني مصطفى الكاظمي مو هو بيده كل شيء، يعني شنو لو نفذوا العفو؟ واطلاق سراح الابرياء وفرحه والاهالي لهم قصر بالجنه. والله ما مر عيد على اهالي معتقلين ولا حتى على اطفالهم، كلهم يبكون يذكرون ابائهم. السلام عليكم ابو حاتم من الموصل، تحيه طيبه وجميله للجميع. استاذ افل المحترم، العراق لديه قوات امنيه حدث ولا حرج، كثر ولا تحصى ولا تعد، بالاضافه الى العملاء حثاله الشعب العراقي، وزاره الدفاع العمود الفقري للدوله، واليوم وزاره الدفاع العراقيه الهزيله، اضعف وزاره دفاع بالعراق امام هذه الميليشيات والحشود التابعه للاحزاب ذيول ايران. ولكن امل الشعب العراقي الوحيد بثوره تشرين وبجهاز مكافحه الارهاب بقياده ضباط اكفاء عليهم الاعتماد وامامهم القسم الذي اداه، واشهد الله عليهم وشرف المهنه لانهم امام مهنتهم. رسالة أخرى، السلام عليكم أستاذ، أنا وليدي وزوجي من 2017 أخذوهم من تحرير الموصل، إلى هسه ما قاعد ينطونا أي معلومة عنهم، وإحنا ما عدنا غير هم والله، ونطلب العفو العام بل كت يطون عفو. السلام عليكم، من خلال منبركم الشريف أريد أناشد مصطفى الكاظمي بالالتفات إلى سجناء من النساء والإفراج عنهن، ويفرحون الأهالي وأطفالهم، وأشكركم على هالبرنامج اللي وصل صوتنا وياكم. أم نور من بغداد، السلام عليكم. أنا أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، والله ما أرضى على الحكومة الظالمة الكذابة، بنت الكذابة مصطفى الكاظمي، الله لا ينطيهم، حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله يا مصطفى الكاظمي، إن شاء الله كورونا والله خطية السجناء تفنيكم فني. أنا أم أنس، سلام عليكم أخي أفل، يحفظكم، ونريد أولادنا نريد نشوفهم نسمع صوتهم، الناشي السيد الكاظمي ينطي عفو عام ويسوي، الله يفرج الأمهات والأطفال، والله ما ننسى فضله علينا ونبقى ندعي له بالخير. أم محمد، رسالة أخرى، بسم الله، مخطئ من يظن أن الكاظمي هو الذي يحكم، وصحيح أنه صاحب النفوذ الأكبر بالمنطقة الخضراء هو والسفاح نور المالكي، أما الكاظمي فهو مجرد واجهة. أصحى يا عراقي، أجدادنا سعد بن أبي وقاص والقعقاع والمثنى شيباني وعدي حاتم الطائفة، لماذا نحن بهذا الذل؟ مساء الخير يا قناة الرافدين العزيزة. أستاذ أفل، حتى لو واحد ما عنده أي جريمة بالتعذيب يعترف على حاله، أخ خوما كلهم مجرمين في السجون، ماكو واحد بريء، وشكرا فاتن من ألمانيا. تحية لقناتكم، نطالب بالعفو العام وتبييض السجون، نطالب الكاظمي والحلبوسي وبرهم صالح وليث الدليمي بإصدار قانون العفو العام. يا رؤساء العراق، يا ما حملتم المسؤولية أمام الله، أولادنا في خطر حقيقي أمام كورونا انتشر وتفشى داخل السجون، الكارثة حقيقية تحدث داخل السجون، أنقذوا المعتقلين قبل فوات الأوان. آخر رسالة أقراها، أخويا آني من الفلوجة، هسه قاموا يشيلون بالعوائل مرة ثانية. هاي رسالة من الفلوجة تقول أنه الميليشيات قامت تشيل الناس من مناطق سكناها بالفلوجة. قبل ما نختم، نذكر السادة المشاهدين أنه تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من عندكم أن تدخلون هاي الإعدادات الجديدة اللي تشوفوها قدامكم بأجهزتكم حتى نظل مستمرين وياكم. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر، في أمان الله.